قال لك نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تلعنوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. يعني الفرج هنا يا جماعة قريب، وده مصداق لما حكى الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، ما لفرعون قال له إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأنس بن مالك هنا قال اتقوا الله واعملوا شنو؟ بدل ما تقعد تسب الحاكم وتسب الوزير الفلاني، قال اتقوا الله، قال لا تسبوهم ولا تغشوهم ولا تلعنوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. يعني الفرج قريب جدا بالمناسبة، لكن متين؟ لما تصبر. ربنا قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، متين؟ متين؟ بما صبروا، بما صبروا. فالصبر ده كما يقال زي ما جاء في حديث في رواية لحديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، في النهاية في رواية قال واعلم أن النصر مع الصبر، معاه مش بعديه، ما بعديه، معاه طوالي. يعني ده دليل على شدة القرب، شدة قرب النصر مع الصبر جدا، لأنه قال مع، ما قال بعديه، وقال معاه طوالي، قريب جدا يعني. واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وأن مع العسر، شوف برضو مع وأن مع العسر يسرا، وكما جاء في القرآن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالناس تصبر، ما بزول يطلق لسانه ويسيب وزير ويسيب حاكم، نحن ما أخوان مسلمين ولا بتاع مظاهرات، خلاص. والدعوة الحمد لله ماشية، دعوة ربنا سبحانه وتعالى ما يستطيع أحد يوقفها، ممكن يوقفوها في حتة لكن في حتات تانية بتشتغل. ومهما قفل باب فتحت لدعوة الله، شنو يا جماعة؟ أبواب. هذه سنة الله في أرضه ماضية. جزاكم الله خير، بارك الله. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.